السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الابرار ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد اليوم نعتذر لهشام عبود انه بعد مجهود كبير يكشف هشام عبود يكشف اين هما الاطباء الصينيين اللي راهم في الجزائر اليوم نعترف بك وبالصور اليوم يعني عندي اللي رسلتهم لي وعاود رسلتهم لك قلت لك هما لا طوبا اللي راهم كتشفت اللي اكتشفت اللي اكتشفتهم معني يعني, يعني نقولك نقول لك باللي كيما نقولوا حنايا راهم بيطلعوك استاذ نقول لك نعترف بك يا استاذ نعترف بك خاطش عليك شفت لنا امور ما كناش عارفينهم اليوم نعترف بك اولا طبيب اللي تمت... جا من الصين ها ولا غادي تنت... غادي شدوا روحكم شدوا روحكم ها ولا طبيب اللي كان اللي كان كيسموه هشام عبود يبحث عنه اللي ولا يقول ولا يقول اين هما اطباء الصينيين وين راحوا راه استاذ هشام عبود بعد تعب كبير اللي تعبه ها ولا في القبص في القبس القبس تاعه كان في القبس تاعه ماذا بكم ها آه ولا ها ولا هذا هو هاك كيفاش ها آه هي شباب هاك كيفاش طبيب اللي اكتشفناه آه ها ولا ها آه عرفتوه آه آه. ها ها هي شباب هذا هو الطبيب اللي اكتشفوه هشام عبد الله يخلي خيمة سيدك هذا اللي يقولك خرج روحك كيما ذاك القفص خرج روحك من القفص اللي حطوك فيه <applause> وتكون عندكم شجاعة إلا إيه أنتم تقولوا حنا جزائريين ونمثلوا الرجل الجزائري نعترف بكم ديروا علام تاع الجزائر مراكم كما لكم في فرنسا ديروا غير إعلام تاع الجزائر مراكم مشي الشعب نتوما اللي تقصروا باللي باللي دوات وانتو قاعد 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 معلقين معلقيتكم فرنسا حركة الماك هذيك حركة الماك الصهيونية قاع معلقينكم ما لي علمت يدير الجزائر الدير علامة الاعلام تاع الجزائر يتفرج فيك واحد برك الدير تاع الجزائر يتفرجوا فيكم واحد زوج ثلاثة ما يزيدوش على بالي بكلش على بالي بكلش خاطش هذا الصوالح احمد ماهوش مرتزق وما هوش خاين وما هوش سخاف تاع دراهم انا انا مانيش سخاف تاع دراهم بشهاده تاع ناس بشهاده تاع ناس وكلمات وين على تاع الجزائر حاجه ما تخصكش من عندنا الحمد لله يا ربي حنايا ما ناش مرتزقه جدودنا ما كانوش مرتزقين ما خانوش الوطن ماتوا جدودنا ماتوا مساكين ماتوا ما سبحان الله ربي يرحمهم ويرحم الشهداء اما لا ما الناس الدم تاع مخلط بالكوفيتين ما الناس دمنا مخلط بالكوفيتين إلا ندير ندير علامي رغم تهديدات منا وغادي منا ونديرو لك ولاشين تاعك ومنا ونحرق لك لاشين, ونديرولك لاشين ونديرولك في لاشين ونديروك في لاشين بصح شو لا يبالي انا نبدا نقولها كنت نقولها مي العصابة في أوج العطاء تاعها في نقطة القوة تاعها وين كان الناس تفرض عليا باش نقلع على العلام شكون تنقيس لكم معنا ما, ما كنتش نطيق نجم نهضر بزاف صوالح لكم يا ودي انا كونسيب ضغوطات عليا نحبس نحبس وما ندورش في الراي تاعي وما ندورش في الديكور الديكور دائما لازم يكون عليه تاع في طول نعرف بلي في كي يدخل واحد يدخل لي يشوف يعرف بلي انا جزائري رب لي انا جزائري باش يكون على بالك آه الديندو آه صوفيا. يا ودي صوفيا مرا واحدة صح هذيك مرا ودير على تاع فلسطين وتاع الجزائر صح على ما على ما نجحت هي تنبح هي تنبح وما نجحتش ما نجحوهاش خاطر على دير على تاع الجزائر وفلسطين ما تنجحش تاع اللي قاس تاع الجزائر من اجل الاموال من اجل الشهره يا ودي والله العظيم لا قال أعرفكم بالواحد باللي كاع زيروات راك تهدر مع احمد راك تهدر معايا خاص قدامنا قدام لا يوصلوكم انتوما حنا كانوا جاو ناس جاو ناس وبغاو ينيقوسو معانا ويبدي حنا ما ناش خيان انا ما نخونش الوطن انا ما نخونش الوطن ما نخونش الوطن يا هشام عبود ما خونوش الوطن وبالشهاده بالشهاده ماشي شهادات ماشي زعاقه تاع قلع الاعلام قلع الاعلام برك ما الاعلام برك وسكت وحاجه ما تخصكش لا لا بو... أه... جدي ما داش الصوالح كون نعقلش على بوي ونقول لكم بويي ما دارش بصح بويي إن انا نعقل له مليح الله يرحمه صح الناس تهضر على جدي ما دارش الصوالح جدي ما دارش الصوالح بالبرهان هذا هو سي عبد القادر المدعو سي فوضيل الله يرحم الشهداء ها ولا ويرا خويا ما تفتيره باش تعرف وهذه الحمامه رانا مربينها هذه من دي فيديو تقعد معايا هذه الحمامه هاي لا وراه اه يا سي السي عيبود يا عاد تشوف كيفاش انت يا اللي اختا اللي اكتشف اكتشفنا معاك اكتشفنا معاك واحدة خاصها مفتاح اكتشفنا واحد معاك يبكي كل مرة. خرجت مرة رافدة مفتاح والراجل اللي خرج يبكي كي ديك المرة اللي رافدة المفتاح عاد تشوف عاد تشوف الماسونية شعطاتنا عاد شو نتوما انتوما شعطيتونا الماسونيه مجد جنود هنا يخرجوا جنود غادي تشوفوا فانيك واحد خرج كيما وحده كبيره باقي لها تروح تخطب لولادها قاعده تغني في الفيسبوك وتعاير في الدوله وتعاير سقميرو سقمور واكم تبهدي لا دايرين راكم دايرين سيليما يا علوج انتم علوج بمعنى الكلمه توما هما العلوج بمعنى الكلمه زاتشي قلت لك زاتشي هشام عبود يبحث ماذا تريد الصين من الجزائر اين ذهب الاطباء روح روح يوري لك وين راح روح على هنا روح عند عند لك يوري لك لك يدخلك تشوف ولا يرسله لك تشوفه تشوف ويراهم راهم حطوه عاود حل كيما وشوف لابراطوار تشوف كشا مكاش آه يا خصبلكم ساهلة راحت نتوما اللي كانوا عاطينكم تيوات تشربو راحو قالكم الطلبة ولازم كل يوم تنبح لازم كل يوم تنبح ويلا رضاو عليك القور ويلا رضاو عليك القور باش انت حقي لارضى رضاو عليك تم لازم لسانك يخرج ويلا رضاوا عليك انت والكلاب يلا رضاو عليكم ما الا عليكم ها حتى الاتحاد الاوروبي مد 75 مليون يورو واحد قال لي علاه طاول تونس والجزائر والم... طاول الجزائر والمغرب يا ودي طاوهم يعطوهم يعطو ياتو. قال لي كو طاو الانجليز وطاو الطليان كل يا ودي يعطو الجزائر وتونس والطليان يعطو الجزائر تونس يا بيبان تاع الافريك هما البيبان تاع الافريك كلش راه مبلع الجزائر المغرب وتونس متحدين بصح ما بلي متحدين مبلعين راهم مبلعين كلش بالزكرو راهم مبلعين بالزكرو يعطيه يعطيه باش يحل عليه وما يحلش عليه راني حالين على الصين تحيه الصين الشعبيه هي سعوديه تحيه السعوديه والروس والصين الدين والاسلام دين الاسلام والعروبه الروس قوه والصين العولمه تكنولوجيا يا اخويا تحيه الجزائر خليكم ولدي